ده في الجزء الثاني باذن الله، اما في الجزء الاول فبكل تاكيد مباريات الدوري المصري الممتاز مسيطره على الاجواء، وتشعر كما لو انه في حياه بدأت تدب شيئا فشيئا في الكرة المصرية. هنستعرض مع حضراتكم نتائج الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وبكل تأكيد أيضا المباريات اليوم. الدوري المصري أول مباراة انطلقت كانت يوم الثلاث، كانت ما بين بتروجيت وطلائع الجيش وانتهت 1-1، ده كانت في المجموعة الثانية. مباريات الأمس في الدوري المصري أيضا إنبي والمقاولون انتهى اللقاء بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، أما الإسماعيلي ففاز على القناة بهدفين مقابل هدف، والمنيا تغلب على حرس الحدود بهدفين لهدف في مفاجأة من العيار الثقيل، أما الشرطة ففاز على وادي دجلة بهدفين لهدف، والزمالك أيضا فاز على المصري البورسعيدي بهدفين دون مقابل. بالنسبة لمباريات اليوم إن شاء الله في أربع مباريات ابتدوا في تمام الساعة الثانية، ومباراة وحيدة هي مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي هتكون في تمام الساعة الخامسة. المباريات خلاص تلفظ أنفاسها الأخيرة زي ما كان بيقول كابتننا كابتن ميمي الشربيني، مصر المقصة والجونة 1-0 لمصر المقصة، أما الداخلية وغزل المحلة واضح إنه كان جيم كبير جدا 2-2، الرجاء والاتحاد السكندري 1-1. وبمناسبة المباراة الأخيرة بين الرجاء والاتحاد السكندري معانا على التليفون زميلنا وليد السنوسي، يقول لنا تفاصيل اكتر عن اللقاء وهل انتهى ولا لا. اتفضل يا وليد. مساء الخير ابراهيم، بنرحب بيكم وبرحب مشاهدينا الكرام. بالفعل انتهت مباراه الفريقين، فريق نادي الاتحاد السكندري وفريق الرجاء الوافد حديثا الى الدوري الممتاز بالتعادل بهدف لكلا الفريقين. خليني اقول لك ابراهيم، في البدايه بدا فريق الرجاء بتشكيل مكون من احمد الشحات حراسه المرمى، عبيد حميده، عمرو نبيل، محمد سعيد، تامر محب، عمرو المنوفي، كابونجا، فيليكس، اسلام فؤاد، طارق سالم، عمرو الفيومي. وبدا فريق الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من علي فرج، محمد سميح، حسام عبد الجواد، فتحي مبروك، احمد صديق، ابراهيم الشايب، عمرو صبري، ايمن سعيد، محمد حمدي زكي، علاء كمال. خليني اقول لك في البدايه كان شوط اول هادئ ومتوسط جدا جدا يعني من جانب كلا الفريقين، اللهم سيطر فريق الاتحاد على بعض فترات الشوط. وقف الفريقان دقيقة حداد على أرواح شهداء محافظة الدقهلية، في الدقيقة 19 من الشوط الأول تشهد أول فرصة للاتحاد السكندري من ضربة حرة مباشرة بيتصدى لها اللاعب علاء كمال يخطئها المرسي بغرابة. في الدقيقة 20 من نفس الشوط تمريرة عرضية بيهيئها المجتهد جدا عامر صبري خلال هذا الشوط برأسه للمنطلق محمد حمدي زكي يسددها قذيفة بيمناه تسكن شباك حارس نادي الرجاء أحمد الشحات ليعرض نادي الاتحاد هدفه الأول في الدقيقة 20. في الدقيقة 25 من نفس الشوط عرضية من المنطلق محمد حمدي زكي يضعها المرسي بيسرات تعلو العارضة وهو منفرد بالحارس تماما بغرابة. في دقيقة 45 من الشوط الأول يحتسب حكم المباراة محمد معروف، وده حكم من شمال سيناء، ضربة جزاء لإعاقة أحد لاعبي الرجاء من جانب اللاعب إبراهيم الشايب وحسام عبد الجواد، ووسط اعتراض لاعبو الاتحاد يتصدى اللاعب تامر محب رقم 18 نجم فريق الرجاء خلال هذا الشوط يحرز ويسدد بيمناه على يمين علي فرج محرزا هدف التعادل. خلال هل المباراة شهدت أي أحداث خارجة عن المألوف يا وليد ولا خالص التزام تام، التزام تام، سيطرة أمنية، وجود أمني مكثف جدا يا إبراهيم، ولكن مباراة مرت هادئة بالفعل يعني. خلال الشوط الأول اعتمد منير عقيلة مدرب الفريق الاتحاد، طبعا احنا عارفين منير عقيلة كابتن إبراهيم تسلم المسؤولية طبعا لحين وجود مدير فني جديد بعد رحيل فرانكو توكاكا المدير الفني الكرواتي. اعتمد منير عقيلة مدرب الفريق على انطلاقات عامر صبري من الوسط وعرضياته وسيطرت عليها كمان في خط الوسط، بينما لم تشكل الجبهة اليمنى أي خطورة من خلال اللاعب أحمد صديق، بينما اعتمد ايمن المزين المجتهد جدا مع فريق الرجاء على انطلاقات تامر محب من الجهه اليمنى وسيطره عمرو المنوفي وكابونجا في خط الوسط. الشوط الثاني ابراهيم شوط اكثر من مثير من جانب لاعبي الرجاء، ونقول سيطره شبه كامله من جانب. طيب معلش وليد، اجمالا كده المباراه من وجهه نظرك من خلال وجودك فيها ومتابعتك ليها، 1-1 نتيجه تعادل مستحقه ولا لا؟ نتيجة تعادل مستحقة، ولكن خليني اقول لك ابراهيم كانت في الشوط الثاني سيطرة شبه كاملة من لاعبي الرجاء. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا وليد السنوسي كان معنا على الهاتف لتفاصيل متابعة تفاصيل مباراة الرجاء والاتحاد السكندري واللي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. ننتقل الى مباراة النادي الاهلي والانتاج الحربي، معنا على التليفون الزميل الصحفي بموقع في الجول احمد الخولي، يقول لنا تفاصيل اكتر عما يتعلق بما قبل اللقاء. اتفضل يا احمد. بحيي طبعا الزميل ابراهيم فايق ومشاهدي قناه سي بي سي. هو احنا هنا للاسف عندنا مشكله قدام بوابه الاستاد، لان
اداره الانتاج الحربي على ما يبدو كانت اختارت اتحاد الكوره ان هي بتريد كشوف اسماء الصحفيين اللي هيحضروا المباراه، وللاسف يعني خطا فادح من اتحاد الكوره ما بلغش طبعا المؤسسات والصحفيين اللي بيحبوا الحضور المباراه. فبالتالي احنا دلوقتي موقفيننا طبعا قدام البوابه بتاعت البوابه الرئيسيه بتاعت الاستاد ومش راضيين يدخلونا. حاولنا التواصل مع حد من الاستاد من جوه، هم رافضين المسؤولين عن البوابه هنا رافضين ان احنا عدد الساده الصحفيين قد ايه الموجودين قدامك يا احمد يعني مفضل. احنا انا دلوقتي حوالي انا وخمسه كده مثلا خمسه معي. بس ما فيش اكتر من كده. طيب تفاصيل عن الفريقين وصلوا ولا لا لحد دلوقتي، ولا انتوا بره خالص الاستاد؟ والله هم وقفتنا بره خالص، احنا بره خالص. كلمت انا الكابتن خالد لطيف عضو مجلس الاداره، قال ان هو هيحاول يتواصل مع سارس فيلم بحيث ان هو يبلغهم، لان طبعا احنا انا بحاول اتصل بالكابتن عزمي والكابتن ثروت ومسؤول اتحاد الكوره، لكن هم معرفش ليه اتفاقاتهم مقفوله. اعتقد هم دلوقتي عرفوا على الهواء. اتمنى ان شاء الله باذن الله الازمه تنتهي سريعا. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا احمد الخولي الصحفي محرر الصحفي بموقع في الجول على الهواء مباشره. كابتن عزمي مجاهد، سياده العميد ثروت سويلا، من فضلكم يا جماعه عدد الصحفيين قليل جدا اللي متواجد. خلينا اقول لحضراتكم والناس اللي بتتابعنا انه فعلا واحنا بنبحث مين هيكون موجود علشان متابعه اللقاء، عدد قليله للغايه. وبالتالي يا ريت كل واحد يقوم بدوره. اذا كنا بنتكلم على الاداره، اداره الاعلام بالاتحاد المصري لكره القدم تقوم بدورها، لانه الناس دي هي اللي بتنقل لمواقع الانترنت، الناس دي هي اللي بتنقل للجرايد وللصحف علشان توصل لحضراتكم الخدمه بطبيعه الحال ما يتعلق طبعا بمباراه الاهلي والانتاج الحربي. اكيد فيها كلام كتير وفيها تفاصيل كتيره.